سووق بالبندورة جاهز محضر طازة من مطبخ تنمية ومتبل بمكونات طبيعية أكيد فينا نشوي وفينا كمان ندخله على طبق جديد صحي ولذيذ كتير ميلانزاني التووق بالبندورة منبلش أول شي بشوي شرحات الباذنجان بنفس الوقت منكون عم نشوي التووق بالبندورة بالفرن ببيركس منصفصف قطع الباذنجان فوقن التووق بالبندورة يلي انشوى شرحات الموتزاريلا الطازة ورق الحبق وصلصة البندورة مندخلن على الفرن لمدة 10 دقايق تتكون الجبنة دابت مزبوط وبهالطريقة منكون استفدنا من بروتينات التووق بصحننا واستبدلنا نشويات اللازانيا التقليدية بالباذنجان يلي هو خفيف السعرات الحرارية وغني بالألياف.